بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية أمراض القلب انتشرت، لماذا؟ أهلا بحضرتك دكتور محمد وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة هو في السنوات الأخيرة لوحظ انتشار شديد لأمراض القلب في المجتمع وخاصة في المجتمع المصري. إحنا لو قلنا انتشار فيقابله في جانب آخر انكماش في بعض الأنواع. فلو قلنا ان ما هي انواع امراض القلب المختلفه، هنقول ان امراض القلب المختلفه دي بتشمل امراض الحمى الرمتزمية والصمامات. اهلا بحضرتك، اهلا بالساده المشاهدين. دكتور سامح، كيف يعرف المريض انه مصاب بمرض في شريان التاجي؟ والله الحقيقه ان مرض الشريان التاجي في مصر زاد قوي قوي الايام دي، وبقى بين المصريين رجال ونساء وفي جميع الاعمار، فلم يعد هناك عمر مخصوص او سن مخصوص او وظيفه مخصوصه يمكن الاصابه بامراض الشريان التاجي للقلب. فعشان كده احنا لازم نبقى مهتمين جدا باظهار اهم عرض من اعراض اصابه الشريان التاجي للقلب، هو حدوث الام بالصدر. المريض يشكو بالام في الصدر، قد تنتشر هذه الالام الى الكتفين او الى الرقبه او الى الظهر. بلاد بريشر ووز 130 اوفر 80. وما عندوش اي هيستوري اوف ثايرويد ديسفانكشن. نو هيستوري اوف ثايرويد ديسفانكشن. الاسئله دي كلها احنا هدفنا منها اتراي فيبريليشن ات ذات ايج، لان احنا عارفين الكومن كوز، وبناء عليه نبدا نسال من الهيستوري في محاوله الوصول الى الفيزيولوجي. كومن كوزز اوف اتراي فيبريليشن روماتيك هارت ديزيز ان جنرال، روماتيك هارت ديزيز وخاصه الميترال فالف ديزيز، اسكيميك هارت ديزيز، كارديوميوباثي، هايبرتنسيف هارت ديزيز، ثايرويد ديسفانكشن، اند لون اتراي فيبريليشن. دول الفايف. انا حاطط سماعه سامع في سيستوليك ميرمر، اقول جريد 4 تو 5 اوفر 6 بيفور ذيس سيستوليك ميرمر في ساوند ايجيبشن كليك، وإميديتلي بعد الايجيبشن ميرمر ده السكند البلمونري كومبوننت اوف ذا سكند ساوند از ويك. يبقى الاكسبلتاتري فايندنجز بتاعتي في الطفل عنده بلمونري ستينوزس، عندي ايجيبشن سيستوليك كليك فولود باي ايجيبشن سيستوليك ميرمر.